كنا بجلسه تعارف اليوم مع دكتور جعجع هذه اول جلسه لنا سوا وبعتقد متفقين على 99 اذا مش 100% من المواضيع وواجباتنا اليوم نلتقى دائما تنقول انه ما في صوت اعلى من صوت المعركه هلا تفاصيل بدنا نحطها على جنب خلافات الضيقه بدنا نحطها على جنب في خطر كثير كبير علينا وما فينا نواجهه الا لما نكون مع بعض وشوفت مرة تانية هل تبقى صفوف من زمان بهذه الصفوف حكينا انه من الانتخابات لليوم دائما بنقول انه نحن منافسين كنا بس دائما بزيت الخندق وعنا زيت الاهداف وعنا زيت المبادئ السياسيه واذا غيرنا بهذا الخطاب بنكون عم نكذب على حالنا عم نكذب على القعده اللي وعدناها بهالشيء خلال الانتخابات مش هيك كنا باجتماع مع راب كنا اليوم هون ورح نضل نلتقي منون.